يلا اسطوره احنا متاخرين. كلمه السر ايه؟ كلمه السر ستي بتسلم عليك في المنديل. ايه يا سلطان ده؟ ايه؟ وانا واخد موظف الحي معايا، انت نازل البسين كده ازاي؟ يا عم اتقل على الرز. يعني ايه اتقل على الرز؟ يعني اتقل على الرز، لو ما عرفتش تتقل على الرز اتقل على البسله. المهم اتقل على اي حاجه. طب اركب يا شيف، نروح نشتري لك لبس بحر. لا لا لا، لبس البحر انا لابسه تحت لبس الخروج. عادي يعني، بص شفت دي؟ شفت ده؟ اه ده ايه ده؟ لا استنى استنى، ده ايه ده؟ ده ايه ده اللي هو ايه؟ تيشيرت ومايو. وما كانش ينفع غير كده، كان لازم البس كده والبس فوق من الهدوم بتاعتي وانزل العميد فوق. انت فاكر نفسك رايح مركز شباب بشتير؟ لا، ما هو ما كانش ينفع اعمل حاجه غير كده. العميد متقاعد فوق. عميد مين؟ عميد متقاعد علياء عبد الفضيل. طب وهتعمل ايه واحنا راجعين؟ لا عادي، واحنا راجعين يعني عادي، هسيب لك اللبس اللي جوه واخد انا اللبس اللي بره. وعادي يعني مفيش مشكله خالص. اه ده انت مرعوب. طب افرض العميد وهو بيفتش الدولاب ما لقاش التيشيرت والمايوه. انت على اعتبار ايه يعني؟ احنا عايشين في مارينا مقضينا 24 ساعه مايوهات. يا راجل ده المايوه ده عندي بقى له 10 سنين ما لبستوش ولا مره. لا 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 لا، في مره واحده لبسته تحت الدش. خدت حمام بيه تحت الدش. طب اركب يا سلطان. قلت الفرصه دي بقى نروح نلينه. تلينه؟ طب اركب يا سلطان.